لأول مرة في تاريخ الفريق أنه توصل لنهاية كأس العرش، بطولة غالية. الحمد لله نتمنى أننا نحققوا عاوتاني المزيد من النجاح والتفوق في المباراة النهائية. هذا النجاح تيجي بعد مجهود كبير ديال اللاعبين وديال الطاقم التقني وديال السيد الرئيس والساده الاخوان اعضاء المكتب، مجموعه من الحمد لله. وتنشكر في هذه المناسبه الجمهور ديال الحي المحمدي عين السبع اللي يعني دار مجهود كبير وانتقل بامكانياته الخاصه تل طنجه. هذا مجهود. بالنسبه للفريق راه تيمثل دابا الدار البيضاء كامله، تيمثل الحي المحمدي عين السبع، هو فريق ديال المقاومه، تيمثل المقاومه، تيمثل فرق ديال الدوزيام ديفيزيون ديال هذا، تيمثل هو راه نقولوا الفريق باش يجي من الهوات تيطلع اول مره تيوصل للنهائي. هذه راه هي بوحدها ربما الفريق الوحيد اللي من الهوات مباشره في نهايه بطوله العرش، وهذا المجهود ماشي سهل. تنتمنوا ان المسؤولين المحليين ديال مدينه الدار البيضاء يديروا التفاته لهذا الفريق اللي تتغيب عليه مجموعه من الامكانيات، مجموعه من التجهيزات، مجموعه من اذا في غياب الامكانيات ومجموعه من الاكراهات التي عايشها الفريق، الا الحمد لله انه حقق واحد الانتصار تاريخي، انتصار تاريخي تيهديه لجميع ابناء وبنات الحي المحمدي عين السبع وساكنه الدار البيضاء وساكنه المغرب كامل، لان عنده 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 جمهور داخل المغرب وخارج المغرب، لانه كان فريق تيمثل المقاومه، يعني فريق عنده جماهير يعني على الصعيد. اليوم كانت عندنا اتصالات كبيره بمجموعه من المغاربه المقيمين بالخارج وتيهنيوا الفريق انه الحمد لله انه وصل للنهائي. فريق ضد فريق ماشي سهل اللي هو الدفاع الحسني الجديدي بقياده ناخب وطني كبير اللي هو بادو الزاكي. الحمد لله تمكنوا هاد الاشبال ديال الحي المحمدي عين الصبا انهم يدوزوا للفينال. شكرا لله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.